مرحبا أخي وسام، يعطيك العافية. حبينا نفرجيكم هالفيديو على استراتيجي كتير قوية بالتحليل الموجي، واللي هي نظرية تقفيل الموجات. الحمد لله نحن عم نربح بفضل الأستاذ وسام. هذه الصفقة فيها ربح 70 نقطة خلال 4 ساعات أو 5 ساعات. أنا أخذت منها ربح 45 نقطة تقريبا خلال الوقت البسيط. يعني نحن بناخد البوم، دايما بناخد البوم، نحن ما بناخد التصحيحات الصغيرة، وهذه هي الأرباح. هذا بفضلك أستاذ وسام. يا اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في تحليل جديد من قناتكم، قناه العملات الكذب. كثير من الاخوه طلبوا مني تحليل عمله شيبا، لذلك سنقوم بتحليل هذه العمله. لكن قبل البدء ادعوكم للاشتراك في قناه التليجرام المجانيه، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشره. لا تاخذوا لا الاسم ولا الصوره، نصابين كثر يريدون استغلالكم، انتبهوا من هذا الامر. تضغط على الروابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشره. في عندما تضغط على هذا الرابط تصبح عضو في القناه المجانيه التي يشارك معك فيها ارباح المشاركين في دوراتنا التدريبيه. لا باس ان نشارك معك بعض الارباح. لاحظوا هذا الاخ محمود او محمد يحقق 167% في عملة شيبا، 70% في البيتكوين، 11% في شيبا. كذلك هذا الاخ يحقق 113% في عملة الاكس ار بي، 79% في عملة شيبا، 95% في عملة شيبا، ويقول شكرا. 54% في عملة جي ار تي الاخ كرم، 81% في عملة شيبا الاخ الحسيني. أرباح كثيرة يا إخوتي الكرام نشاركها معكم يوميا يوميا، وهذا يظهر قوة دوراتنا التدريبية. كذلك في هذه القناة نشارك معكم شهادات صوت وصورة، صفقات صوت وصورة، كل ما يتعلق بقوة دوراتنا التدريبية. وكذلك نشارك معك آخر عروض، وهذا هو آخر عرض تحصل فيه على دورتين تحليل موجي زي البرايس اكشن، وكذلك تحصل فيه على 3 اشهر اشتراك في قناه التحليلات اليوميه التي نحلل فيها يوميا صباحا ومساء من الاثنين الى الجمعه كل اسواق فوركس، اسهم، عملات رقميه، مواد اوليه. هذه القناه او هذه قناه التحليلات اليوميه عباره عن دوره تدريبيه مباشره معي، لانك ترى كل يوم كيف نحلل وترى تطور الاسواق كل يوم. لذلك هذا العرض اقوى عرض وضعته لحد الساعه، فقط ب 197 دولار تتعلم تطبق وتحقق الارباح في نفس الوقت ان كنت جادا في التعلم. الرابط مثبت في التعليقات، اول رابط. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناه العملاق الكذب مباشر باليوتيوب، وصلنا الى 5640 مشترك، نريد نشر ال 10000 قبل البدء بوضع فيديوهات في القناه. الرابط مثبت في التعليقات. ثاني رابط، تحذير: التداول مهنه خطيره يمكن ان تخسرك اموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو ذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة العملاق الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا جابتك الطريقة يمكنك اللينك دون دورتنا وإلى عروضنا. طيب، ماذا لدينا في عملة شيبا؟ فقط الإشارة، نحن لدينا في البيتكوين. وبتكون يعني جيد. الآن لنرى عملة شيبا، ماذا لدينا في عملة شيبا؟ لاحظوا معي في شيبا، يعني هنا نحن الآن في تصحيح. الموجة الدافعة الأساسية هي صاعدة، وهذا تصحيح واقترب أن يكتمل. وفقط بالنظر إلى هذه الموجة، هناك عدة مشاكل في هذه الموجة. قد يكون هذا تصحيح قد يكون هذا كله تصحيح لنزول أخير، لكن يجب أن يكتمل هذا التصحيح. وبالنسبة لكي يكتمل هذا التصحيح لدي هذه الحركة، قد يكون هذا هو تقفيلها، وعملة شيبا نازلة لكسر القاع ثم العودة لإكمال هذا النموذج ثم النزول الأخير قبل الصعود، مثل الشيء الذي وقع هنا. تلاحظون هذا النموذج رانين فلات. إذا أو ممكن ينزل، لا يكسر القاع، فقط يكسر هذا القاع ثم يعود على اساس ان هذه الموجه التصحيحيه، موجه بي 1 2 3 للنزول. اذا هذا يقول لان ربما شيبا هي للنزول لكسر القاع، ربما، الا في حاله واحده ساعطيكم ما هي الحاله. اذا الان شيبا هو مرشح للهبوط لكسر هذا القاع 7 8 3 9، لكن بشروط. إذا لاحظوا معي الآن شيبا بها زيادة توقع بالزخم، لنرى. لا، ليس هناك زيادة بالزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة، ليس هناك زيادة بالزخم، ليس هناك زيادة بالزخم، لكن نحن في منطقة نطاق. لاحظوا معي في هذه المنطقة هنا، هذا نطاق. إذا نحن في منطقة حرب بين المشترين والبائعين،
من المشترين والبائعين كما تلاحظون. هذه كلها اختراقات كاذبة، ونحن الآن في نطاق قد يعود شيبا إلى هذه المنطقة ثم يرجع. إذن نحن في، يجب أن نعرف أننا في منطقة نطاق، وحاليا شيبا ربما يعطيني نموذج أعرفه اللي هو ماذا؟ Expanding flat. لاحظوا هذا النموذج قد يكون قد يصعد قليلا ويدخلك في صفقات شراء ثم يعود. إذن يجب الحذر. إذا هنا شيبا إذا أعطاني موجة دافعة ثم تصحيح، يمكن البحث عن النزول. كسر هذا القاع تحويل وقت الخسارة إلى بريك إيفن وتركه، ربما ينزل شيبا لكسر هذا القاع كما قلنا. طيب للصعود بما أن هذه الحركة لم ترتد بنسبة 90%، فهذه الحركة قوية. فإذا صعد شيبا هكذا الآن ارتد بنسبة 90 ثم عاد، هذا نموذج للصعود لكنه مستبعد حاليا، مستبعد. إذا كل ما أريد أن أراه الآن هو، لاحظوا نحن الآن في هذا النطاق، في هذا النطاق فريم 15 دقيقة توقع، فريم 15 دقيقة. كل ما أريد أن أراه هو نزول قوي ثم تصحيح هنا، وهكذا هذا هو نزولي. إلى أين؟ نزولي إلى أين؟ إلى كسر القاع كهدف أول يعني مستوى 10604. عندما ينزل لكسر القاع وحول وقت خسارتي إلى بريك إيفن، وهدفي سيكون هذا القاع مستوى 7791. لماذا؟ لأنه ممكن يكون هذا هو النموذج، هذا في الوسط 1 2 3، ثم هذه الحركة هذا هو تقفيلها، وكسرنا هذا النطاق الآن، وهذا نزول لكسر هذا القاع على الأقل إن لم يكن كذلك هذا القاع. إذا لحد الساعة أنا لا أرى صعودا في شيبا، لا أرى صعودا في عملة شيبا، بل بالعكس إذا أتيحت فرصة يمكن البحث عن الهبوط. إذا هذا هو تحليلي اليوم لعملة شيبا، أتمنى أنكم تستفيدوا من هذه الفيديوهات، إن كنتم كذلك فجروا لايك، ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، لا تنسوا أن تشاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم، لا تنسوا كذلك استغلال هذا العرض، هذا هو أقوى عرض يمكنك الحصول عليه حاليا. الرابط مثبت في تعليقات أول رابط وفي صندوق الوصف أول رابط تطلع يتحدث معي مباشرة على خصم الجواب. لا تنسوا أن تفنوا وتعلمكم أنا العلم لا أفكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.